ده بقى أبو يوسف، رجل أعمال كبير جدا، صاحب أكبر شركات ومصانع، بس ربنا ما كرموش بالخرفة. الحب اللي كان مات الحب اللي ماشي. ياسمين، السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده، ازيك يا باشا؟ ايه اللي جاب حضرتك؟ قلت اجي ابص عليكم والم الايجار منكم بالمره. انا كنت جاي لحضرتك والله وجايبهولك. اتفضل. لا ولا يهمك، كل شهر وانت طيبه. ايه ده، مين الاموره دي؟ دي بنتي، بعد ما بابا مات وسابنا وماليش غيرها في الدنيا. طب بقول لك، انا عايز اعرض عليك عرض. اتفضل يا باشا. بقول لك، انا اكتب لك المحل ده واطمن لك المحل بتاعه مقابل ان انا اخد منك بنتك، عشان مراتي ما بتخليش ونفسيتها تعبانه قوي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده بنتي يا باشا، انا ما اقدرش استغنى عنها. انت ازاي تعرض عليا طلب زي ده؟ انا عمري ما طلبت من حد حاجه ورفضها مني. انا هروح الم الايجار وهرجع تكوني فكرت في الموضوع بدل ما ارميك انت وبنتك في الشارع. ايش يا بنت دموعي غالي يا حاجة؟ يعني قاعدة كده في الشارع ما فتحتيش محلك ليه؟ الله يسامحك يا ابني، بعت لنا المحضر عشان بقالي شهرين ما دفعتش. طب بقول لك ايه، انا هعرض عليك عرض، لو نفذتيه هفتح لك اديك المحل ده تمليك ليكي. عرض ايه يا ابني؟ عارفة انت البت اللي قاعدة بعيلة واخدة مني المحل دي وجوزها مات؟ غلبانة يا ابني. ايوه اعملها. الطفلة اللي معاها دي لو رزت اللي هي تديها لي هكتب لك المحل ده باسمك والمحل التاني باسمها. حرام عليك يا ابني، دفتيرة وظلم. بقول لك ايه، شكلكوا كده اصلا اشكال مالكوش غير الشارع، خليكوا قاعدين في الشارع. سامحك يا ابني. ايه يا مدام؟ ايه يا باشا؟ فكرت في اللي قلت لك عليه؟ مش عارفه اقول لك ايه يا باشا، بس دي بنتي ومش قادره استغنى عنها. والله هحطها في عينيا، وبقول لك ايه، انا هخليكي تيجي تبص عليها كل فتره، والله واجيب لها كل حاجه في نفسها. خلاص يا باشا، غصب عني بسبب العيشه واللي احنا فيه. ياسمين، ياسمين. تعالي يا ياسمين، روحي مع عمو يا ياسمين وهو هيجيب لك كل حاجة حلوة وانا هاجي ابص عليك. لا يا ماما ما تسيبنيش. تعالي يا حبيبتي، يا بنتي غصب عني يا ياسمين. لا يا ماما، ماما. انت دموعك غاليين عليا.